ولسه بنكمل معاكم حلقتنا النهارده في نهارك سعيد، واخر فقره اللي بنتكلم فيها عن اهم الاحداث اللي بتشغل الشارع المصري بشكل عام، منها الاحداث المحليه 100% ومنها كمان الاحداث اللي علاقه او تاثير الحاجات الدوليه على شؤوننا الداخليه. هنعرف تفاصيل اكتر وهنخلينا نحلل كده ونشوف ده معناه ايه او احنا رايحين فين من ضيوفنا اللي بيشرفونا في الاستوديو. دكتور سعيد اللويندي، خبير العلاقات الدوليه بالاهرام، نهارك سعيد يا فندم. استاذ محمد سيد صالح، مدير تحرير جريده المصري اليوم، نهارك سعيد يا فندم. انا عايزه ابتدي بحاجه كانت الناس بتطالب بيها من زمان، وهي نقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك او الرئيس المخلوع كما يحلو لنا تسميته يعني لسجن ترى، وان المستشفى جاهزه مش جاهزه، هيتنقل قريب، والمحاكمات كمان شغاله، ومتوقعين انه النهارده اخر جلسه وبعد كده هيبقى عندنا حكم مفروض قريب جدا. فانا عايزه اعرف تعليق حضرتك على والله. بصي، هو كان في تضارب في الحديث عن النقل، امكانيه نقل مبارك لترى. شوفي التقرير بتاع لجنه مجلس الشعب والتوصيه اللي تم تصعيدها اول امبارح بس الى النائب العام، بان احنا بنرى ان امكانيه السجن مزرعه ترى لاستقبال الرئيس السابق وما الى ذلك. تاني يوم وفي جولته في الصعيد، وزير الداخليه قال ان احنا المستشفى غير جاهز لاستقبال الرئيس مبارك. تمام. الفيصل في ده هو قرار النائب العام حاليا، ولكن في بعد تاني اهم بيتهيألي هيبقى هو اللي يفرض نفسه خلال النهارده، احتمال كبير، مع النطق بالحكم او تحديد جلسه النطق بالحكم. اعتقد الموضوع مؤجل الى حين صدور الحكم. يعني انت بتتكلمي عن الراجل دلوقتي قيد التحقيقات او قيد المحاكمه بعد النهارده. انا اتوقع ان هو طالما النهارده يعني جلسه تحديد الحكم دي النهارده في مرافعه نهائيه، في توقع بنسبه لا تتعدى 5% ان يكون في حكم النهارده في نهايه الجلسه بعد تعقيب دفاع المتهمين. ولكن احنا بنتكلم عن 4-5 ايام بالكتير، ده توقعي ان هو ممكن يبقى في حكم. اعتقد الموضوع نقل مبارك نفسه مؤجل الى حين صدور الحكم. خلي بالك برضو عشان الناس تنتبه، ايا كان الحكم في مرحله اخرى من النقد، وفي هذه القضيه الكبيره اعتقد بنسبه كبيره كل الدفاع، دفاع المتهمين، واعتقد ايضا النيابه اللي هي اللي تمثل الادعاء العام او محامي اسر الشهداء والمصابين سيطعن بالنقد. فاعتقد كلنا لازم نتوقع ان في دوره جديده او لا، مش لا يعني في حكم من دائره الاستئناف، ولكن نتوقع ان في جوله جديده وهي النقد، فبالتالي الموضوع ما زال مفتوح. طب انا بقول ايا كان الحكم يبقى في نقد يعني تقريبا بالفعل. حتى في الاواضي العاديه بيحصل ده، فبعتقد في قضيه بهذه الاهميه كده بس دكتور سعيد، يعني طرح اصلا فكره نقله لتورا ده كان مطلب من المطالب اللي بقالها كتير جدا، والناس عماله بتقول يعني هو توقيته والحكم خلاص هيطلع. الناس كانت بتتكلم في ده من زمان لانه قعد يقولوا الاصابع الخفيه والايد الثالثه والرابعه واللهو الخفي، وانه عمالين يقول طب ابعدوا الناس عن بعض في سجن تورا، طب ما تودوا ده المستشفى. يعني كل الكلام ده كانت الناس حاسه ان هو جاي وقت متاخر بعد ما خلاص يعني ملوش لازمه. يمكن اعتقد انه الثوار في ميدان التحرير يشعرون بأسى بالغ، لانه لو افترضنا ان هناك شخص 80 سنه زي مبارك ويعني لم يكن هناك بقدر الإمكان استعدادات كما يحدث الآن، بمعنى أنه لماذا كل هذا التأخير؟ لابد أن يتم نقل مبارك فورا، لكن إعداد السجن كي يستقبل الرجل العظيم بين قوسين هذا ما يحاول أن يعترض عليه البعض. وأعتقد أن تحويل مبارك وهذا الاستعداد الضخم في مستشفى ترى أعتقد أنه سيثير ضغينة الكثيرين ضد مبارك بالفعل، لأنه يشعر أنه إنسان فوق القانون، إنسان بعيد تماما عن أن يكون مثل المواطن الشارع العادي، المواطن العادي، رجل مسن بشكل أو بآخر. ليس من حقه أن يطول هذا الوقت لكي ينتقل مبارك إلى سجن ترى. صحيح. طيب انا انتقل عشان ما نستفدش في نقطه كده نتكلم عنها بعد صدور الحكم، بس انا عايز اتكلم بقى عن الرئيس القادم، والكلمه اللي بصراحه اصبحت يعني عليها علامات استفهام، وهي فكره توافق. يعني الرئيس التوافقي اللي احنا منتظرينه، واليمن خلاص بيختاروا هم كمان رئيس توافقي. لا، هو ده مش توافقي في اليمن، امال ده رئيس معين كده، رئيس كاريكاتيري لو بالعرف الدولي. الدكتور سعيد كلمنا اكتر في الجزئيه دي، بس انت بتتكلمي عن رئيس يمني انت رايحه انتخبتيه ما انتخبتهوش، هو ناجح
قلت نعم، قلت لا هو ناجح. يعني استفتى يعني زي الاستفتاء يعني ولا استفتاء. الاستفتاء ممكن بملاك الحق ان تقولي نعم او لا. هناك مفيش ها؟ ولكن مفيش. الراجل دكتور سعيد ايه؟ يعني شيء غريب ان يحدث هذا بالفعل. الدول الغربيه بشكل عام لا يحدث فيها مثل هذا الامر. انا اعتقد انه مساله توافقي مساله مضحكه، لانه او استفتاء لا يوجد، انتخابات لا بين اكثر من شخص لا يوجد حتى في اليمن. بمعنى انه هذا الرجل يعني كان نائب علي عبد الله صالح السابق، وبالتالي كل الناس سوف تقول لا. لكن لا ننكر ان هناك في عدن وهناك مناطق معينه لا يمكن ابدا ان تقول لا او نعم، تمتنع عن التصويت بشكل او باخر. لكن المؤكد ان هذا الرجل سوف ياتي وسوف يحتفظ بشكل او باخر بالامتيازات التي يحصل عليها على عبد الله صالح بشكل يعني طبعا. لانه كان النائب الخاص به. ولا تنسي ان عندما ياتي نائبه هذا ما كانت يعني ألحت عليه المبادرة الخليجية بشكل أو بآخر، لأنها قالت أنه لابد أن ينقل الحكم سلميا إلى نائبه. هذا ما نصت عليه المبادرة الخليجية، وبالتالي كل ما يحدث في اليمن جاء بناء على توصية معينة من دول خليجية على رأسها السعودية. لابد أن نقول ذلك وأن نسمي الأشياء بمسميتها. بمعنى أن هذا الرجل لن يختلف كثيرا عن علي عبد الله صالح، بالعكس سيكون صورة أخرى منه. طب وداخل ياسر، واحنا بنتكلم عن التوافق هنا، احنا بنتكلم عن التوافق دي، اصل احنا كنا فاكرين يمكن قصدهم بالتوافق يعني ما فيش خلاف عليه انه ما مثلا ما كانش بينتمي بشكل كبير للنظام السابق او كان يعني هل توافقي معناها كده؟ دي احنا وقعتنا يعني بقت صعبه قوي، يتلاعبون بالالفاظ. المؤكد انه لا يمكن القول بانه هناك توافق من عدمه الا اذا كان النظام نفسه يسمح بهذا. النظام السياسي فيه ثقافه معينه في لبنان تسمح بالتوافق لانه كان نظام برلماني، وما زلنا حتى الان في لبنان مثلا هناك ثقافه توافقيه، بمعنى هناك دروز وهناك شيعه وهناك سنه وهناك مارونيين واقباط وكاثوليك واورثوذكس، كل هؤلاء يجتمعون حول شخص معين. لكن عندما يكون هذا النظام نظام رئاسي لابد ان يتم هناك انتخابات. نحن في الواقع ناتي بما ليس يعني نبت في ارضنا، ناتي باشياء اخرى ونثور حولها جدل بشكل او باخر، الى حد ان كما قلت انت في المقدمه عندما اصبحت التوافقيه يعني سخريه اكثر منها شيء اخر. صحيح. طيب انا عايز افهم بقى من الاسامي المطروحه كتوافقيه، طبعا نبيل عربي امين عام جامعه الدول العربيه ووزير الخارجيه السابق، منصور حسن، يعني في ناس كده تم طرح اسمها على انهم المرشحين ان هم يبقوا توافقيين. يعني بصي، هو كل الحاجات منهم رفض ومنهم لم يعلن. خليني وانا شغال في مجال الصحافه والدكتور شغال في مجال الصحافه وانت اعلامي، من الذي صرح بشكل مباشر في تصريح مسجل او في بيان رسمي بان هذا مرشح التوافق؟ محدش. إذن كلها تسريبات عشان احنا نستهلكها، واعتقد ان هي فيها نوع من فيها رسالتين. رساله عايزين اختبار شعبيه كل واحد، اختبار الفكره، والاهم من ذلك هو احيانا بتكون لحرق هذا الشخص او غيره. واعتقد ان الموضوع ان الشعب المصري اثبت والاعلام المصري والتفاعل، ما كنت بتكلمي قبل الهوا على التويتر وعلى الفيسبوك، كل ده هو الرائج لانه هو الاكثر تاثيرا في الشارع. لا حد هيجي زي ما نبيل العرب قالوا في 8 دول عربيه بتضغط وموافقه عليه، او الولايات المتحده ممكن ان ترفض او تقبل، او مرشح اسلامي توافق وما الى ذلك. الشعب المصري هو الذي سيختار. ولمن لا يرضى الحديث عن نبيل العرب، انا كنت اعرف من البدايه هذا التسريع بقى لها شهر ونص بالظبط، واعرف في ناس من الاخوان وراحوا قعدوا معاه، ولكن الموضوع افشل. وموضوع الخليج ده وهم. الأكثر واحد ما قال تصريح كان شهير جدا فيما يتعلق بالتقارب مع إيران أيام ما كان وزير الخارجية أغضب دول الخليج كله. صحيح. فكل ده كلام. طب ليه ما يكونش عمرو موسى المعروف خليجيا والذي شغل لنحو 10 سنوات على ما أعتقد في موقع الجماعة العربية أقرب؟ كل هذه أسماء الشعب المصري هو الذي سيختار. تمام. هناك بعض القوة تريد، وأعتقد أن المجلس العسكري وبعض القوة الإسلامية إخوان تحديدا يريدون انهاء هذا اللغط باختيار مرشح يرضون عنه، وفي الوقت نفسه المجلس العسكري يقبل او يبقى له بعض الامتيازات النسبيه التي لم تكن موجوده حتى في الدستور 71، ولكن مبارك اوجدها على مدار 30 سنه، فانت عايزه تقننيها في خلال دستور او خلال رئيس. فهو ده التوافق اللي عايزين نبلعه، عايزين يبلعه لنا. لكن اعتقد ان الشعب المصري في الوقت الحالي اكثر نضجا بكثير من هذه السيناريوهات، وسيختار رئيسه حتى
لو خلي بالك في حاجه جايه قريب، اللي هي موضوع التسريبه بتاعت امبارح اللي كانت غامضه شويه، مش تسريبه اسف، اللي مرشد قالوا ان احنا عايزين مرشح بخلفيه اسلاميه ولكن ليس محسوبا على التيار بعينه، والشيخ محمد حسان لما يتكلم عن هنجتمع ونحدد مرشح بعينه، هل يلتقيان المرشد ومحمد حسان والسلفيين الى مرشح بعينه؟ اعتقد الشعب صعب. المصري اقوى من ذلك، واللي انت شايف اللي حصل في مجلس الشعب لن يتكرر في بس مجلس حضرتك الرئاسه. كنت لسه هتكلم في ده انه مش هيتكرر. بس حضرتك ذكرت انه المجلس الاعلى للقوات المسلحه قد يكون عايز يحافظ على بعض الامتيازات، بس في نفس بالفعل الوقت لو كان لو حصل تعاون مع جماعه الاخوان المسلمين تحديدا ان هم الاكثر قدره على الحشد ونزلوا في الانتخابات اللي جايه وقال لك ده علشان هيدخلنا الجنه برضو، احنا كده خلاص دخلنا الجنه واخترنا مجلس الشعب ودخلنا الجنه واخترنا الرئاسه. والله الجنة الناس كلها عارفة الجنة أقرب من بعض من كثير من الشيوخ، تمام. والأهم من ذلك إن في ناس بتتكلم عن إذا كنتوا أنتوا يعني حشدتوا الناس في انتخابات، كان في صورة ذهنية معينة في انتخابات الشعب، عايز أقول لك لم تتكرر في الشورى. طب لا ما لان هما نفسهم ما كانوش مهتمين بالشور، ليه؟ ما اعرفش، طب ما محدش خدوا يعرف أغلبية، ما الدعاية. يمكن، طب ما تخلينا أطرح طرح والدكتور سعيد أعرف رأيه، هل هي دي أغلبيتهم الحقيقية؟ 16%؟ هل دي قوتهم التصويتية الحقيقية؟ انا واخده والآخرون حتى الشعب انا المصري؟ عندي ممكن، ربع في المية. ممكن. صحيح. طيب خلينا ننتقل لحاجه تانية يا دكتور سعيد. دلوقتي الازمه اللي حاصله بيننا وبين امريكا احنا مش عارفين كمان اذا كانت هي ازمه مفتعله ولا ازمه حقيقيه، هل فعلا في مشاكل وتوتر في العلاقات بين مصر وبين امريكا ولا لا؟ زياره جون ماكين كانت زياره ابدت علامات استفهام عند ناس كثيره، وناس كثيره انبسطت وقالت ان ده بعد الثوره تغير حقيقي في السياسه الامريكيه في التعامل مع مصر. وجون ماكين طبعا هو سيناتور وهو كمان رئيس مجلس اداره المعهد الجمهوري الدولي، واللي من المؤسسات من مدانين من المؤسسات اللي حصل ليها ادانه شديده، وتم كلام على ان انتوا بتاخدوا تمويلات والفلوس داخله في مصر. الدنيا دي كلها بقى ايه؟ يعني العلاقات بين مصر من ناحيه وامريكا من ناحيه اخرى لم تكن في صحه جيده بشكل عام، حتى في زمن الرئيس السابق مبارك كان هناك خلافات عندما هبط جورج دبليو بوش في مطار شرم الشيخ، ثم ولم يستقبل مبارك ولم يلتقي به وركب عربته وصار، يعني كانت هناك ازمات بشكل او باخر، كان هناك عدوان سميه، عدوان شخصاني بين شخص الرئيس مبارك وشخص يعني جورج دبليو بوش. اعتقد ان هذه العلاقات مستمره حتى الان، واعتقد انه ماكين عندما جاء الى مصر كان بهدف نزع فتيل الازمه حتى لا تشتعل، حتى لا يكون هناك تهديدات، لانه مصريين الحقيقه ردوا على تلويح بقطع المعونه باننا لسنا هناك في حاجه الى هذه المعونه، وان هناك مبادرات استغناء بشكل او باخر، وان هذه المعونه تعتبر يعني مليار ونصف مليار دولار، بقت رقم زهيد بجوار ما حتى ما قالته كاتين أشون للمفوضى الأوروبية عندما أكدت أن هناك 5 تريليونات دولار تم سرقتها من مصر بشكل ممنهج طوال السنتين سنة الماضية. والتريليون ده كم صفر عشان الواحد بقى بيحتاس في الأصل؟ يعني ده صفر كتير جدا. ألف مليار على ما أعتقد. وأن هناك ثلث سكان أوروبا يعني يسعدهم كثيرا ان الثروات الموجوده حاليا في مصر يمكن ان تساعدهم في اقاله تحصيلاتهم بشكل او باخر. اذا مصر غنيه. كل هذه الامور اعتقد كانت واضحه تماما في الذهنيه الامريكيه عندما جاء ماكين، كان بهدف ان يجلس مع المشير طنطاوي وان ينزع فتيل الازمه، وانه لا داعي يعني نحن مشغولين بترتيب بيتنا الداخل. بالفعل انتخابات شورى، انتخابات مجلس الشعب، انتخابات رئاسيه الى اخره، فكيف نفتح بشكل او اخر يعني جبهه مع الولايات المتحده الامريكيه؟ لكن هناك نقطه اود ان اشيرها للاستاذ محمد معايا في هذا الموضوع، يعني اسرائيل ليست بعيده عما كل ما يحدث، بمعنى انها تضغط بشكل او باخر، لان اسرائيل هي صديق الاستراتيجي الوحيد في المنطقه الشرق الاوسط باعتراف مين؟ كونداليزا رايس وزيره الخارجيه السابقه. صحيح. كانت تقول هذا، كان النظام السابق يضحك علينا ضمن ما ضحك علينا بان احنا الصديق الوحيد الاستراتيجي لامريكا، وهذا لم يحدث قط ان في حد يتكلم بالشكل ده، لكن على اي حال اسرائيل ليست بعيده تضغط على الولايات المتحده، الولايات المتحده تضغط على مصر، وبالتالي كل هذا ياتي لصالح النظام السياسي السابق والحزب المنحل الى اخره، لانه هو كان باعتراف حتى محمد حسين الهيكل وهو كاتب صحفي مشهور بانه كان ما يشبه عميل امريكي، عندما يكون هناك عميل امريكي طبعا يقبل كل ما يقبله الامريكان،
نحن نرفض كل ما يقبله الأمريكان، نرفض التلويح بخطأ المعونة، لأنه هذه منصوص عليها في اتفاقية كامب ديفيد. كل هذه الأمور أعتقد أنها مش منصوص عليها بشكل صريح، لا منصوص عليها يعني على في تعاون بس مش يعني إحنا في العلاقات الدولية بنقول لا صداقات دائمة ولا عداوة دائمة، وحدها المصالح هي دائمة. والشيء الآخر أن الولايات المعونات الخارجية لا يمكن أن تكون مجانية. مصر كانت تقدم بشكل أو بآخر خدمات الولايات المتحدة الأمريكية، السفن الأمريكية تمر من قناة السويس، أيضا ضمان أمن واستقرار إسرائيل، منطقة الشرق الأوسط لا يحدث فيها أي هزات أو خلخلات. كل هذه الأمور أعتقد أنها كانت واضحة وضوح الشمس بالنسبة للدولتين معا، وأعتقد أن ماكين جاء ليشرح هذا الأمر. نحن نلوح بهذه المعونة لكن لن نقطعها، بدليل أن يعني الرئيس أوباما أكد أنه في المرحلة المقبلة سيكون هناك مليار ونصف مليار او اقل قليلا مخصص الى مصر. يعني المعونه تقدم الى مصر في وقتها كما كان مقررا، وبالتالي لا داعي لان يكون هناك تهديدات. طيب. اريد ان اقول انه لا داعي ان نفتح جبهه اخرى مع الولايات المتحده الامريكيه. يمكن ان تؤخذ يعني زياره ماكين لنزف هذه الازمه لاكثر واقل. طب ما ده خليني برضه اسال، ما هو برضه يبقى الازمه بتاعت انه المؤسسات المجتمع المدني اللي تم اتهامها بانها مموله، كل ده على قد ما انا كنت فاكره ده كان بيحصل على مرأة او مسمع من الحكومات كلها، يعني ما كانوش هما تحت السلم، وان كان ممكن يبقى في مؤسسه او اتنين غير مشهورين بشكل مظبوط او في مشاكل قانونيه، بس في الاخر كل ده كان بيدخل في اطار الدوله واطار وزارات الدوله. يعني السؤال عندنا لماذا كنا نسكت نصمت عن هذا الذي يحدث في مصر؟ الشيء الاخر لانه لم يحدث بين 20 وضحاها، كان يحدث طوال السنوات الماضيه. الشيء الاهم من هذا هو ان هذه الجمعيات بالفعل تحاول بقدر الامكان ان تلعب بأصابع خفية لتحريك السياسات في مصر وإحراج المجلس العسكري لكي يصب هذا في خانة أنه الحزب السابق والرئيس السابق كان يحكم مصر كما ينبغي أن يكون الحكم. يعني بمعنى آخر كل هذا صب في خانة أمريكا وإسرائيل لا في خانة مصر بشكل معين، وبالتالي فإن العلاقات مع أمريكا يجب أن نفتح صفحة جديدة، أن تبنى على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لأن مصر تقدم مصالح وأمريكا تقدم مصالح أيضا لمصر، وبالتالي كل هذه القول عن المعونة الأمريكية قول مردود عليه. الشيء الأهم من هذا أنه لا يجب أن نخلط الدبلوماسي السياسي بالقانوني. عندما توجه سفيرة أمريكا في القاهرة رسالة إلى القضاء وأنه لابد من إطلاق سراح هذا وهذا وهذا، كل هذا أعتقد أنه يعني زمن الوصاية الأمريكية على مصر انتهى، وأننا بدأنا صفحة جديدة يجب أن تبنى على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. صحيح، لأن علاقات سياسية مش علاقة لا بس هي عاطفية. هي يعني ملحوظة بسيطة بس، خلي بالك السفارة الأمريكية عدد ضخم جدا، وانهم ناس بتراقب كل صغير وكبيره فيما يحدث. ممكن ناس يعني ممكن حد قاعد دلوقتي بيسجل البرنامج بتاعك المحتوى بتاعه ايه، فاكيد محتوى الاعلام المصري ده ماده اوليه، محتوى حول الانسان وتصريحاتهم. كان في انتقادات كثيره جدا على تشكيل حتى الهيئه القضائيه اللي تتحدث، ازاي انا اجيب اتنين قضاه في هذه القضيه الحساسه وبتكلم عن المعايير الدوليه وبحاكم عشان عايز العالم كله يتفرج على مصر بعد الثوره، وليه ثروات منهوبه عايز اجيبها، وليه الناس بتتحاكم في الخارج عايز اطالب اجيب حسين سالم ومبارك بحكم رئيس جمهوريه، وهذه القضيه الحساسه التي تشغل الولايات المتحده والتي نظر اليها البعض في الولايات المتحده كانها فضيحه لاوباما، تشبه فضيحه احتجاز الطلبه في ايران. دي لبعض الاصوات قالت كده، صوت الجمهوريه، واجيب الملف ده ومن ضمن المحتجزين الان ابن وزير النائب الامريكي، اجيب في كل ده قاضيين تحقيق معينين من وزير العدل، وكانوا قبل كده واحد ضابط شرطة والتاني كان في أمن الدولة. ليه؟ هل نضب القضاء المصري أن أنا أعمل تحقيق بجد؟ ليه بتاع صعقة هو اللي روح يفتش جمعية؟ ليه أساسا أنا على سبيل المثال أعرف شخصيا أنا أحد هذه الجمعيات، وهي الجمعية الألمانية اللي هي كونراد أدنور، واخدة تصريح شخصيا وشغالة في مصر من 30 سنة، فأنت بتقطعها ليه؟ انت المعهد الجمهوري والديمقراطي انت الواتب وفريدم هاوس بتعملهم، سايبهم يراقبوا الانتخابات ليه؟ صحيح. يعني هذه الجزئيه وهذه الثنائيه عندهم تصريح لعمل ده، يعني هو ما كانوش بيعملوا ده تحت السلم، عندهم تصريح شغل. هي رساله غليظه من النظام العسكري ومن المجلس العسكري، وده ان احنا اصدقاء وقدمنا لكم ما قدمه المبارك واكثر. في تصريح مهم جدا ارجو انك تقروه النهارده لعضو كونجرس امريكي بيتكلم ان دور الجيش المصري
في وضع الاستقرار في المنطقة وفي تطبيق كامب ديفيد وفي الأمن القومي لصالح الأمن القومي الأمريكي في المنطقة ما بعد كامب ديفيد مهم جدا، وهو الأهم في المنطقة كلها. حتى يعني الكلام ده مهم، انت بتكلم الرسالة المصرية كان دور 10، احنا عملنا لكم ايه في 30 سنة؟ فيعني احنا شفنا 1، 2، 3 من بعض نقاط الأداء لهذه الجمعيات التي تنتقص من قدرنا او بتغير قواعد اللعبة الداخلية فيما يتعلق بالفترة الانتقالية للمجلس العسكري. اعتقد هذه الرسالة. في وقت قصير ارجوك عشان خلاص وقتنا بيخلص دكتور سعيد، برضو عايز ارجع لحضرتك، وهو انه الناس تتكلم على فعلا استرداد الاموال المنهوبة اللي ليبيا قدرت تعملها واحنا لسه ما عملناهاش، وحضرتك تتكلم على المبادرة الشعبية اللي هي بعتقد ناس كتيرة شايفاها حسن نية ولكنها عمليا وفعليا يعني بصراحة ناس كتير يعني شايفة استرداد انها الأموال مش متليقة. هناك مبادرات كثيرة جدا، لكن لا أعتقد أن هناك إمكانية لاسترداد أموال. سيظل الكلام جدل واللغط هناك ولا ليس هناك؟ ليس هناك، ليس هناك، ليس هناك. يعني أعتقد أنه هيظل جدل وهيظل لغط في الصحف المصرية والإعلام المصري بشكل عام، كما هو الحال بالنسبة للطرة مشهورة ويذهب ولا يذهب، لكن لن تعود هذه الأموال لأنه حسين سالم في الخارج ويستطيع أن يفعل أشياء كثيرة جدا تحول دون وصول هذه الأموال المنهوبة. والسؤال الأهم، لماذا تم نهب هذه الأموال من البداية وتم يعني وضعها وأرصدتها في البنوك الخارجية؟ أستاذ محمد، برضو عايزة قبل ما نمشي عايزة أتكلم عن إنا، وإنا مش بالتحديد ما حدث في إنا بين العائلات أو القبائل المختلفة، ولكن كنموذج بيتكرر بأشكال مختلفة في ربوع الجمهورية. يعني حضرتك شايفها إزاي؟ والله شايفها إزاي، لا الأخطر منها المنيا دلوقتي. لم يسقط قتلى في قنا، ولكن سقط حتى الآن أعتقد 6 في المنيا في خلال 48 ساعة بس. بتتكرر، عمالة بتتكرر. أعتقد هو في إرادة خفية، مش عايزين نقول بقى حاجه خفيه وصوابع شائعه والكلام ده والله. لا لا خلي صدقني والله، اراده تنفيذيه خفيه. مين بقى طب يعني الحكومه كمان عايز اقول لك حاجه، اما جه الوزير ده مش اتكلم، هو دلوقتي في الصعيد، طب بيطبقش القانون ليه؟ يعني ما عندناش اجابه. ليه اللي بيحرق؟ عمرك شفت في حياتك حد بيحرق فلنكات السكه الحديد الخشب، مش البتاع اللي يعطل القطر ده، فلنكات عشان يقعد اسبوع القطر عطلان. ده مش ده تخريب، ومحدش شافه يعني، مش احنا مش احنا مدين قانون الطوارئ عشان العمليات الارهابيه ده مش ارهاب. شفتوا حد اعتقل؟ ده الصوره اللي كانت عندنا اول امبارح اللي لقيناها تتنشر بتوع الحميدات واقفين في وسط قنا احتجاجا على العنف الامني. اي عنف؟ العنف الامني، اي عنف امني؟ ده انتوا بتهدوا البلد. طب انا عايز اعرف يعني احنا المفروض الحلول ايه؟ يعني احنا بنقعد نقول اعمال القانون، اعمال القانون، هذا القانون الذي يمد، هذا قانون الطوارئ الذي لا يفعل ضد. طب وليه مش بيتفعل؟ ما انا عندي اسئله. والله كلنا اكتر ناس حن يعني هنؤيد ده كله، اراده من وزاره الداخليه بعدم التفعيل، الوزير الموجود الان في الصعيد اللي مش عارف جه النهارده الصبح ولا لسه ما جاش، لا يريد ان يفعل القانون. هناك اراده، حتى الجنزوري ما كنا بنتكلم، الجنزوري الراجل هيقف مع القانون، صورنا الناس في مدينه نصر اللي بعتوا له القانون، حد على حد علمي مفيش حد اعتقل، مش عايز بقى اتحبس، حد اعتقل من الذين كانوا يعطلون موكبه او اللي مش اللي مانعين ان هو يخرج من معهد التخطيط اللي هو كان بيدير الوزاره منه، ما تمش اعتقل حد. انت بتكلمي فيه دكتور سيد، حضرتك عندك تعليق على ده قبل ما نختم؟ لا يعني بركة. طيب انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبعتقد يعني هو التخوف اللي عند ناس كتيره انه طب طالما ما حدش عايز يبقى فيه اعمال حقيقي للقانون، ما احنا رايحين فين؟ ومين اللي عنده هذه الاراده؟ ومين اللي من مصلحته انه ما ينفذهاش؟ ودي تساؤلات يعني كان نفسي يبقى عندنا اجابات ليها، وما اعتقدش يعني بس الداخليه هو اللي يجيب عن اسئله. طيب انا ويمكن مقصوده قبل ما يختاروا لنا الرئيس الانتقالي التوافق لو سمحت. دكتور سعد لويندي خبير علاقات دوليه بالاهرام، شكرا جزيلا على وجودك معانا. استاذ محمد سيد صالح مدير تحرير جريده مصر اليوم، شكرا جزيلا ونورتنا. شكرا. طبعا بيبقى نفسي دايما فقره يوم الاربعاء واحنا بنحلل الاخبار اللي بتشغل الراي العام ان احنا يبقى عندنا اجابات او عندنا افكار الاجابات حتى، بس للاسف الشديد في بعض المواضيع زي اخر حاجه اتكلمنا فيها ما عندناش اجابات، ويفضل عندنا تساؤلات لغايه ما ربنا يريد. يعني خلصت حلقتنا النهارده، وصباح الفل.